مساء الفل يا جماعة، احنا دلوقتي بنجرب تجربة سريعة كده. مش هنقول عليها تجربة قيادة تفصيلية، نجرب يعني تجربة قيادة مبدئية لرينو ميجن الجديدة اللي نزلت من قريب. عملنا لها ريفيو مفصل وكامل لفئتين من الاربع فئات اللي طرحت بيهم العربية في السوق المصري، هتلاقوه موجود على قناتنا على اليوتيوب. احنا النهاردة بقى هنعمل تجربة قيادة يعني مبدئية كده للعربية، او تجربة قيادة سريعة للعربية، نتعرف فيها على ابرز نقاط القوة فيما يتعلق باداء العربية. طبعا العربية اللي معانا دلوقتي دي هي النسخة الجديدة من العربية اللي هي ال 1300 سي سي. النسخة اللي قبل كده كانت بتنزل 1200، دلوقتي معانا 1300 التربو. طبعا بنتكلم في 150 حصان و 240 نيوتن متر عزم. في ترى اخبار العربية ايه؟ طبعا الفئة اللي معانا دي هي الفئة الاعلى اللي فيها تقريبا كل التجهيزات الدلع الموجودة، اعلى عوامل سلامة وامان، فتحة السقف البانورامية، عندنا كمان الجلد موجود في كل مكان، شاشة الانفوتينمنت سيستم اللي بتيجي يعني مقاسها حبة حلوين يعني. طبعا فيها نافيجيشن سيستم، تقريبا شاشة عدادات كمان بتيجي الديجيتال بالكامل، ودي برضو احد نقاط الاختلاف في العربية. يعني في شوية اوبشن ظريفة جدا في العربية اتكلمنا عنها بالتفصيل، سواء الاوبشنز الخارجيه او الداخليه فيها اتكلمنا عنها في ريفيو مفصل. دلوقتي احنا هنعمل زي ما قلت لكم تجربه قياده سريعه كده للميجن ال 1300 بناقل الحركه الدول كلتش الويت اللي موجود معانا دلوقتي، على عكس النسخه الثانيه. برده في الفئه الاولى والثانيه من العربيه بتطرح بمحرك 1600 تنفس طبيعي، عدد احصنة اقل، مش فاكر رقم الاحصنة بالظبط، وطبعا بيبقى ناقل الحركه سي في تي مش دول كلتش. اللي معانا دلوقتي ناقل الحركه الدول كلتش بيجي ويت بتبريد زيت مع المحرك ال 1300 التربو، وزي ما قلت لكم بنتكلم في 240 نيوتن متر عزم و150 حصان. تعالوا كده نبص نشوف اداء العربيه ايه. كلام بنتكلم في كلام جميل حلو جدا. طيب بصوا في، تعالوا كده نشوف الحته دي. والله كويس، يعني نقل الحركه سلس، نقلات بتجيب بسرعه، ودي حاجه لطيفه. صوت العربيه مع التربو فخم الحقيقه، مدي احساس قوي. في لايك بسيط جدا جدا في الطلعه بتاعه العربيه والتسارع. طبعا ما نقدرش نشوف التسارع بتاع العربيه من 0% في التراك هنا لانه تراك صغير، لكن اعتقد تسارع من 0% في 9 ثواني او يمكن 9 ثواني الا اجزاء بسيطه من الثانيه. ان شاء الله مع اقرب تجربه قياده مفصله بقى ان شاء الله نتعرف على العربيه بالتفصيل. نظام التعليق في العربيه الامامي والخلفي بيجي ماكفيرسون. ناس كتير سالتني على الموضوع ده، نظام التعليق ازاي خلفي ماكفيرسون، اول مره نسمع عنه. لا، في خلفي ماكفيرسون موجود هنا في الميجن الفيس ليفت. عندنا كمان طبعا ناس كتير برضو علقت على موضوع الارتفاع العربيه، ارتفاع العربيه 13.5 سم عن الارض او الخلوص الارضي. انا كنت قلته قبل كده 16 سم، غلطت يعني غلطه فبعتذر، لكن هو وفقا للبروشور او الرقم الرسمي لارتفاع العربيه عن الارض 13.5 سم. بشكركم جدا على متابعتكم، نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وعربيه جديده. ودي كانت التجربه السريعه والمبدئيه لقياده الرينو ميجن فيس ليفت 2022 الجديده بفئتها الاعلى اللي هي الفئه الرابعه من العربيه. سؤال الاخير انا اتسالته وسالته هنا للشباب في رينو وجابوني الصراحه بكل ترحاب، يعني متعلق بالناس اللي بتقول ان العربيه يا دوب الوكيل كشف عنها لكن ما شفناهاش في الشارع ولا شفناها في المعارض ولا شفناها في التوكيل. طيب العربيه فعليا هو لما تم الكشف عنها والاعلان عنها تم علشان يفتح باب الحجز، يعني باب الحجز رينو فتح باب الحجز على العربيه. طيب التسليمات هتبدا امتى؟ التسليمات هتبدا في اواخر سبتمبر الحالي او بدايات اكتوبر القادم. اما بالنسبه للفئه الرابعه والاعلى تجهيزا فهيكون تسليمها في بدايه شهر نوفمبر على ما اعتقد، يعني يا اما في بدايات يا اما في نص شهر نوفمبر. ده كده يعني سريعا تجربه القياده المبدئيه لرينو ميجن فيس ليفت 2022. بشكركم جدا على متابعتكم، نشوفكم في عربيه جديده وريفيو جديد وتجربه قياده جديده. مع السلامه.